انتقلت بين اكتر من دولة اوروبية، ما هي؟ ايه تقريبا. طبعا في دول لسه ما زرتها، بس اغلبها زرتها سواء البعيدة او القريبة. فينا نعرف شو هن؟ يعني انا زرت فرنسا، ايرلندا، اسبانيا، عشت بكل واحدة شوي، كمان بلجيكا، هولندا، السويد، اليونان طبعا عشت فيها فترة طويلة، صربيا، سويسرا، لوكسمبورغ، برتغال كمان. هل شايف انه اوروبا جنة للاجئين السوريين بعد اليوم بعام 2024؟ هلا بالنسبة لأوروبا، اللي بدي أقوله بشكل مختصر إنه العرس الأوروبي خلص، يعني أيام الزيطة والزنبليطة إنه السوريين إجوا ولازم نقدم لهم كل شيء ونحتفل، هذا الشيء انتهى من زمان، مو هلا، من 2016 انتهى. من بعد ما إجا ملايين اللاجئين ضمن موجات اللاجئين السوريين وقدموا لجوء على أساس السوريين أو قدموا بمعية السوريين، أوروبا كلها تتغيرت، يعني لأنه لقوا إنه في كتير أعداد هائلة. الكمية اللي دخلت على ألمانيا مخيفة جدا من اللاجئين، كانت ما بتستحملها حتى لا ألمانيا ولا هولندا ولا السويد. طيب هل بتشوف انه صعود اليمين هو المؤثر الرئيسي على خسارتنا لهاي المكانة، يعني لانه يصير ناخذ لجوء بسهولة، ولا بتشوف اليمين انه نحن عم نكون جزء بهذا الشيء؟ الصعود اليمين اول سبب، اكثر شيء سبب له هو مشاكل اللاجئين والمهاجرين والجرائم اللي عم يرتكبوها والتجاوزات، ولانه معظمهم قاعد على الدوله ما بيشتغل. اليمين ما طلع من الفراغ، الناس عم تعاني، الناس اللي عايشين بهالبلد الاساسيين الاصليين عم يعانوا من المهاجرين، لأن المهاجر لا بيقدر يتاقلم ولا بيندمج مع الثقافه تبعهم ولا بيشتغل، يعني انسان غير فعال. علاوه على ذلك الجرائم التي ارتكبوها اللاجئين في دول أوروبا خلال السنوات الماضية، كتحرش، كسرقة، تجارة مخدرات، تهريب بشر، تفجيرات إرهابية، كتير صارت من وراء اللاجئين والمهاجرين. طيب برأيك شو هاد عم يكون تأثيره على اللاجئ الحقيقي؟ اليمين المتطرف، رح أقول لك شغلة وين بيأثر. بيأثر بالدول الصغيرة الغنية، اليمين المتطرف. بالدول الكبيرة اللي مثل ألمانيا ولا مثل فرنسا مثل إسبانيا لا يؤثر بتاتا، لأنها تقوم على صناعات، ولا بإيطاليا طبعا، صناعات ومعامل، وهي بحاجة للمهاجرين وبحاجة للأيدي العاملة. اليمين لا يؤثر بتاتا، بس بيأثر بدول الصغيرة مثل الدنمارك، مثل السويد، مثل النرويج. هاي دول صغيرة لا عندها صناعة ولا عندها شيء، وعندها إمكانيات هائلة وما أنا بحاجة عمالة وما عمالة. أما الدول الصناعية الكبرى اللي معروفة شو هي، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ولا ممكن يأثر بتاتا، وكل عمره بيقولوا أنه بده يأثر ولا أثر شيء. يعني أنت بتنصح اللاجئين بهاي الفترة أنه يتوجهوا على هاي الدول؟ هاي ما بنصح أبدا حدا، مع أنه هاي الدول هي أكتر شيء فيها مصانع وشغل، بس ما بنصحك تروح على أي دول فيها لاجئين بعد عنا، لأنه هاي الدول بالأساس فيها لاجئين كتير، ولما كثرت اللجوء والمهاجرين اكيد في ناس سيئه، اكيد في ناس ارتكبت تجاوزات، فانت سمعتك راح تنطبع بذهن الناس والدوله انه هذا الشخص سوري مثلا. في ألف مشكله عاملينها السوريين، جزائري، الجزائريين مليون مصيبه عاملينها. اقرب شوي. ايه تمام، هيك شايف، هيك وقت عم ترجع لورا عم يعكس على وشك الاضاءة الجاية من هنيك، فعم يطلع معلش قطشته، انا برجع بدمج. ايه فانت معلش ايه خليك هيك، يعني انه لا ترجع كتير لورا. بس هلا انت شايف انه في دول اوروبية ما صفى فيها اقتصاص باللاجئين؟ ما هي هولندا معباية، طبعا اكتر الدول اللي سهل الوصول الى والتجي بوسط أوروبا هي أكثر دول مستهدف من اللاجئين، اللي هي بالترتيب الأول هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، وين في كمان وإسبانيا. أما وين في كمان دول فيها لجوء كتير، اليونان كمان وإيطاليا. إيطاليا بسبب أنه مدخل لأوروبا، حتى اليونان. أما بدك أنت توقع دولة مثل النرويج أو فنلندا أو أيزلندا كتير دولة منيحة، بس ما حد بيروح عليها إلا القليل، مستوى الحياة فيها عالي جدا، ما فيها عنصرية. بريطانيا كمان دولة من الدول اللي ما فيها عنصرية، وإيرلندا الجنوبية من الدول المنيحة كتير واللي تقدر تعيش فيها كمسلم بكل رياحة ولا حدا بيأذيك، لأنه دول أغلبيتها مهاجرة، أصول مهاجرة. وإيرلندا الجنوبية شعبها كتير منيح وشعبها كتير طيب وشعبها كتير يعني حميم، حامي يعني مثلنا،
في نفس الثقافة. في عندك كتير دول، في عندك مثلا ليختنشتاين، في سويسرا، في كتير دول ما راحوا عليها اللاجئين. هلا ذكرت لك ياهم سان مارينو دولة مثلا، حدا بحياتك أندورا، في دولة اسمها أندورا، النرويج ولا أيسلندا ولا فنلندا ولا شو فيك دول اسكندنافية كمان، ليختنشتاين، سويسرا، لوكسمبورغ، إيرلندا الجنوبية، بريطانيا، هدول دول ما راحوا عليهم لاجئين كتير. برتغال كمان ما فيها لاجئين كتير، ولا إسبانيا، كسوريين ما فيها كتير. فرنسا من الدولة اللي ما فيها لاجئين سوريين كتير، علما إنه ميزات اللاجئ كتير قوي كتير منيحة. بالنسبة أنت عشت بألمانيا فترة، شو فيك تحكي لهذا الشخص اللي واصل جديد على ألمانيا وبده يقدم لجوء هلأ فيها؟ هلأ بده إذا بده ياخد قرار يقدم لجوء بألمانيا، هلأ ألمانيا بشكل عام فيها مشكلة، إنه فيها بعض المشاكل، فيها بعض السلبيات والإيجابيات. فقال خلينا باختصار، السلبيات الموجودة بألمانيا هي إنه شعب عنصري، شعب أكل كتير أكل كتير ضربات من الأجانب، لذلك بيكره الأجانب على مدى التاريخ 20-30 سنة الماضيات. تجربته مع الأجانب سيئة من المعظم، بسبب إنه بيشتغلوا بالأسود، بيتهربوا من الضرائب، وبيلعبوا على الدولة، وهالحكي هذا اللي بيصير. وما زال ثالث شيء إنه هي كبلد بشكل عام لغتها، ثقافتها ولغتها، بيعتزوا كتير بلغتهم وثقافتهم، يعني إني صعب شوي يندمجوا مع ثقافتك، أنت بدك تندمج مع ثقافتهم. الشغلات الإيجابية اللي فيها إنه الحكومة تبع الألمانية فهمانة وذكية، بس كشعب شعب مستوى عادي، وأنا بعتبره شعب غبي، ولكن في صناعة، في اقتصاد، فيك تشتغل، فيك تدرس، فيها مهنة. إذا أنت حابب تدرس مهنة، إذا أنت حابب تدرس جامعة، دراسة مجانية بألمانيا بشكل عام، يعني حتى بأغلب الدول الأوروبية الحياة فيها رخيصة مقارنة بدول أوروبا. طيب سؤال، هل بتشوف أنه ممكن ألمانيا بيوم من الأيام تصير وضع مثل وضع تركيا هلأ بالنسبة للاجئين السوريين؟ هلأ هي بشكل عام في عنصرية بس مبطنة، مو من ظاهرة مثل تركيا لحد اللحظة هي، بسبب هلأ في إنجازات عملوها السوريين كتير بألمانيا، في ناس كتير ده أطباء، في مهندسين، في آي تي سوريين، يعني ما أنه نسبة كبيرة، الأطفال الصغار اللي عم يروحوا على المدرسة، يعني يعني صايرة الدولة عم تترقف بوضع السوريين، عم تتناسى إنه في عالم كتير قاعدين على بلا شغل، في عالم كتير بالسجون، تخيل السجون الألمانية مليانة سوريين، في عالم كتير عم يعملوا مشاكل مع تحرش واغتصاب وكذا، بس كمان في بالوقت نفسه في عالم سوريين أنجزوا إنجازات كتير كبيرة، أغلبها مثل الأطباء. بس انت ما يعني شو نسبة الاطباء بسوريا؟ يعني انه 1% و2%، نحن انت كلاجئين اغلب اللاجئين مو اطباء صح، ولا انهم اي تي مثلا او ممرضين، بس في عالم عم تشتغل، في عالم عم تبني، يعني في عالم نجحت، يعني احنا فينا نقول انه في جزئين هلأ، بس بصعوبة لتثبت نفسك. بس نحن فينا نقول هلا انه في جزئين موجودين بألمانيا، هو الجزء المرحب فيه، والجزء يعني عم يستنى لحتى يقولوا له الله معك. هذول بأي لحظة في جزء كبير بأي لحظة بيصير بيقولوا الله معك. طيب. هالجزء المرحب فيه كمان قاعد بشفاعة أولاده، في أغلبهم قاعدين، يعني أغلب العالم عنده أولاد ما بيرحلوا كرمال أولاد، بس مو على سواد عيونه. وباللحظة بتقول له مرته، بتقول مرته إنه هذا ما عاد بدي إياه، بيكبوه برا. فيها مشكلة تانية ألمانيا، هي الشغلة إنه قوة المرأة قوية كتير، الحقوق المرأة زيادة مبالغ فيها، فأنت كرجل شوي مكسورة هيبتك أو مقامك ناقص شوي بألمانيا، ما عندك هي القدرة أنك أنت تتحكم بزوجتك مثل سوريا. يعني أنت برأيك أنه فعليا المشكلة الأساسية اللي حيعانيها اللاجئ بعد 5 سنين أو أكثر هي مشكلة اندماجه بالمجتمع، ومشكلة عقليته الشرقية، مشكلة بكل دول مو بس ألمانيا، الخلفية الإسلامية، ألمانيا بهولندا ببلجيكا نفس المشكلة، بس رح يعاني منها، هي اكبر مشكله رح يكون عم يعاني منها، يمكن اكثر من عنصريه، يعاني منها من 10 سنين. بس يعني انت برايك انه هاي رح تكون المشكله الاساسيه اكثر من العنصريه، اكثر من اي شيء، هي هاي طبعا. هو لو اندمج اللاجئ مع المجتمع وصار الماني او صار هولندي او صار مثل الفرنسيين، ما كان في عنصريه تجاهه، بس هو لانه هن شايفينه ما عم يقدر يندمج، مثل بفرنسا العرب ما اندمجوا، صاروا 20-30-50 سنة لساتهم نفس عاداتهم نفس طباعهم، لذلك المجتمع رافضهم. حسب الشخص، شوف انت كشخص اذا بتقدر تتأقلم وتتكيف مع الاجواء وعندك الذكاء، مستوى ذكائك، اما انت انسان عادي عامل
تشتغل بس بالقوة العضلية ما عندك شيء تقدمه، روح على ألمانيا، لأنه ألمانيا هي بلد القوة العضلية. يعني بدك مكنة بحطوك على المكنة، أما ألمانيا ما بدك تشغل مخك كتير لأنه ما عندك فرصة أنك أساسا تتزاكى عليهم، لأنه هن بيعتبروا حالهم أذكى منك. بشكل عام اللي بده، اللي عنده فكرة أنه يشتغل بالسياحة، ما سياحة ما مثلا بيروح على النمسا، النمسا فيها وسويسرا أكثر دول بأوروبا فيها سياحة، أما اللي عنده قوة عضلية بتحمل دعك، بتحمل يشتغل بمعامل، قوة بدنية، بيروح على ألمانيا بينجح بألمانيا. اللي بينجح بألمانيا هو اللي ما عنده شيء بسوريا، اللي كان ولا شيء، لذلك بيروح بيلاقي فرصة له. أما اللي بده نفسيته كبيرة بشكل عام، يعني بالمشارمحي نفسيته كبيرة، بيفشل بألمانيا. اللي وأغلبهم بيكون كان شيئا يذكر في سوريا، بيجي بيفشل بألمانيا، إنه لا رح يتعلم، لا رح يقبل يشتغل أي شغلة. بيقولوا له تفضل نظف، ما بيقبل. بيقولوا تفضل اشتغل بالحديقة، ما رح يقبل. تفضل على المعمل اشتغل، بيقول لهم أنا كنت وزير وأنا كنت مدري شو. ويا ما كثير ناس بيحكي بالكلام، عم يقولوا أنا كان عندي معمل، وأنا كان، بيقولوا له صف على جنب، خليك على الجوز. أنت لازق اليوم، هاي المشكلة النفسية. طيب إذا سألتك سؤال، إذا بدك ترتب الدول الأوروبية للاجئين السوريين بعام 2024 من 1 لـ 5 حسب من أفضل لأسوأ، شو بتعطي ترتيب؟ طيب هلا بعتبر بالمرتبة الأولى إيرلندا الجنوبية، هي بالمرتبة الأولى. المرتبة الثانية فيني أقول لوكسمبورغ، ثالثة هولندا، بيجي بعدين النرويج وفنلندا، كمان النرويج قبل فنلندا. طبعا فنلندا بغض النظر عن البرد وما برد، بس فيها ميزات خارقة بس ما حدا بيعرف فيها. بيجي بعدهم هولندا. لا هولندا بال2023 أو 2022 بالماضي هولندا كانت أحسن بلد بالعالم للاجئ، بس هلأ لا، بس اللي عطته هولندا، ولا حتى الأب ما بيعطي لأبنه، بس الفرصة راحت، يعني ما عاد هلأ شيء. الماضي اللي عطته هولندا للعالم، كيف تعطيهم جنسية وتعطيهم بيوت وتعطيهم رواتب بدون ما يشتغلوا، يعني كانت مثل مصيف هولندا للعالم. هلا بالنسبة لهولندا، عم ينحكى من 3 شهور ولهلأ على تيك توك، تيك توك كتير ضاجر، انه عم ينحكى على تيك توك هلأ انه دائما هاي الأخبار السلبية، وانه لغوا موضوع الجنسية، وانه صار موضوع الإقامة مستحيل، وانه هلأ عم يعملوا إجراءات جديدة مع وصول اليمين المتطرف. هل بتشوف انه هدول الناس اللي عم يحكوا على تيك توك هني عم يحكوا الشيء الحقيقي، ولا هاي مبالغات بس؟ لا لا، اغلبها شغلات مبالغ فيها، واغلبها مخاوف، يعني هني خايفين انه بكرة تنام الحكومة تفيق تطلع بقرار، بس لحد هلأ ما طلع ولا قرار انه يمنعوا الجنسية او التجنيس للاجئين السوريين او غيرهم. يعني هذا قانون ما بيشمل كل اللاجئين، كل واحد اخذ لجوء بعد 5 سنين بيطلع له جنسية. وهي اخوة ميزة بهولندا، طبعا ما حيتغير شيء، بس حيضطروا الناس يشتغلوا، يعني حيضطر واحد بهولندا عايش يشتغل، يقعد بالكامب وقت طويل 2-3 سنين، حتقل المساعدات. الناس الهولنديين حيكون لهم أولوية. الرجل، في ناس هولنديين ما عندهم بيوت واللاجئ عنده بيت، عم يعني ولا بلد بالعالم عطت اللاجئين كما عطت هولندا لحد اللحظة. بس هلأ بظن بلشوا تتغير الأمور، بس إنه التجنيس بيتوقف ما بيتوقف، بس إنه يعطوك إقامة إذا ما بتستحق ما عاد في خلاص، صار في دراسة لطلبك وبدك وقت طويل، يعني إذا ما 100% بصمة دبلن صار يدقوا عليها. بالفترة الماضية من شي 1.5 سنة أنا لي أصدقاء أخذوا إقامة بهولندا، علما إنه ما عندهم إقامة ببلد تاني. بس هلأ ما عاد يمشي الحال، صارت أي نكشة صغيرة بطلعوا لك إياها، بحطوك على جنب على الانتظار. خلاص بدي يكون نظيف 100%، تكون تعرف إنجليزي، منظرك ظابط، حكيك محترم، بدك تكون تتعب على حالك، يعني مو بس أنت تروح تجيب بالتيابق مشرشحة وكلام ما بتعرف تحكي ولا كلمة، تقدم لي شو بهولندا ما بعد يقبلوك، حسب شخصيتك أنت. بالنسبة لأغلب الناس اللي رايحين على هولندا، هني رايحين من شان لم الشمل. ايه بس هذا مو هدف بالحياة، انا انه انت تلم شمل، تقعد ببلد تاكل تشرب حسابها بدون ما تقدم شيء بالمقابل. فكرت شو بدك تعطيها لهالبلد؟ فكرت بشو بدك تفيدها؟ او شو بدك تشتغل فيها على الاقل؟
في عالم تشتغل، بس في عالم ما بتشتغل. في الحياة بأوروبا صعبة مو سهلة، الزواج صعب على فكرة، حتى لو من أوروبية أو من عربية الزواج صعب، مو لأنه تكاليف، يمكن ما تكلفك شيء، بس بأي لحظة أنت طلقت هتبلش بقى مسلسل نفقات، نفقة على الأولاد، نفقة على المرأة، ونفقة الطلاق، يعني تعيش حتعيش كابوس. وبنفس الوقت انه انت هل عندك استعداد تتعامل مع مجتمع منفتح لهي الدرجة اللي فيها المجتمع الهولندي؟ ايه كمان احنا مشكلة جايين من خلفيات مختلفة محافظة، يعني صعب انه نندمج مع هيك مجتمع منفتح عنده كل شيء مسموح، حتى الماريجوانا مسموح، ولا الاختلاط مسموح، الدعارة حتى مسموحة بهولندا. يعني احنا جايين من بيئات مختلفة عن هذا الشعب. هل سألت نفسك قبل هذا السؤال هل أنا مستعد عيش بهيك مجتمع؟ في دول أوروبية محافظة، بس هولندا لا. والسؤال حتى مثلا في دول أوروبية محافظة مثل حلك، مثل مين؟ بريطانيا، ألمانيا. ألمانيا من الدول اللي فيها جالية إسلامية كبيرة، وفيك تعيش بشكل محافظ، بيتقبلوا لحد ما متقبلين المرأة المحجبة، متقبلين الإسلام، بس بدل ما تجي على الشغل بدايقوها شوي. يعني لما تجي انت كمحجبة تشتغلي بألمانيا هتلاقي مشاكل شوي في بعض الدوائر، بينما ببريطانيا اكيد ما بيسترجوا يعملوا هيك، لانه قوانين بريطانيا بتمنع اي حدا يتدخل بحجابك اذا كنت منقبة ولا كنت شو ما